السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة عالم سعيد، ودائما مع جامع البيض. هذه اللي راه الحلقة الثانية. سبق اللي عملت لكم الحلقة الأولى، سبق اللي عملت لكم الفيديو الأول، اللي شافوا وهذاك اللي ما شافوش يبغى يشوفوا يرجع يشوفوا. جمعت العدد البيض من 100 دجاجة، هي حصلنا على واحد عدد الفيديو اللي فات. دابا في هذا الفيديو ان شاء الله غنجمعوا ونشوفوا العدد الثاني اللي غنحصلوا عليه، وباقي غنزيدوا الحلقة الثالثة وغنجمعوا الايام الثلاثة، غنجمعوا الاعداد ديالهم وغادي نقسموهم على ثلاثة باش نحصلوا على النسبة ديال انتاج البيض من 100 دجاجة، باش نحصلوا على العدد الحقيقي. ضروري خصنا نجمعوا البيض ديال ثلاثة ايام، الا جمعنا اليوم واحد راه ما غاديش نحصلوا على العدد الحقيقي. ضروري خصنا نجمعوا ثلاثة ايام او اربعة او خمس على حسب. عندي واحد طلب ليكم بسيط، الناس اللي عاد التحقوا بالقناة ولا اول مرة غيزوروا الفيديوهات ديالي، كنتمنى يشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. ويلا معنا باش نبداو في جامع البيض باش نشوفوا العدد اللي غنحصلوا عليه اليوم، عدد البيض من 100 دجاجة. بسم الله على بركة الله. بسم الله، انا جبت السطل فاش غادي نجمع، غادي نبدا نجمع ان شاء الله. هنا هي خمسة البيضات، خمسة البيضات. عندي ثلاثة ديال الكوريات، غنحاول ندور عليهم ثلاثة باش نشوف العدد اللي غنحصل عليه اليوم. ثلاثة الكوريات راهم ثلاثة فيهم 100 دجاجة، ماشي كل واحد 100، ثلاثة بهم فيهم 100 دجاجة. جمعنا خمسة، ها ثلاثة هي 8، 8 هنا ثلاثة هي 11. احنا جمعنا 11 بيضة من هاد الكوري، هذا 11 البيضة. غادي نمشيو نشوفو الكوري الثاني، نمشيو نشوفو الكوري اخر اللي هن. خليكم معايا ما تمشيو فين. يلا معايا الكوري الثاني، الكوري الثاني هو هذا. هنايا كاين اربع بيضات، سبقنا جمعنا 11 الا 4 هي 15 بيضة. نشوف البلاصة اخرى، خمسطاش، ستاش، سبعطاش، تمنطاش، تسعطاش، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين. نمشيو بلاصة أخرى، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين. سبعة وعشرين بيضة حصلنا عليها دابا، ها سبعة وعشرين بيضة. شوفوا بلاصة أخرى هي سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، ستة وعشرين، ثلاثين، ها ثلاثين بيضة. أربعة وثلاثين بيضة. هالكوري هذا سالينا منه، غنمشيو للكوري اللي هنا. لا باقي واحد بلاصة، باقي هنا واحد البلاصة.
شوف فيني واحد البيضة، قلنا 34 35 36، كاين هنا وحدة وحدة على برا، هي 36 بيضة من هاد الكوري. دابا باقينا الكوري الثالث، يلا معايا نمشيو ليلو. الكوري الثالث هو هذا، نمشيو نشوف البلاصة اللي كيبيضوا فيها. كنا حسبنا 36، هنا 4 البيضات وحدة راها خاسرة، كنخليها ديما محطوطة هنا. 36 إلا 4 هي 40 بيضة، احنا حصلنا على 40 بيضة. نمشيو نشوف بلاصة أخرى. أربعين هنايا خمسة البيضات، خمسة البيضات. هي 45 بيضة، وأخيرا سالينا الجموع ديالنا تبارك الله، 45 بيضة. هذا هو العدد ديال اليوم، 45 بيضة. دابا درنا الفيديو الأول حصلنا على العدد ديالنا، الفيديو الثاني ها حنا حصلنا على 45 بيضة، باقي لنا الفيديو الثالث اللي غيكون الحلقة اللي مجاية إن شاء الله، وغنشوفوا العدد اللي غنحصلوا عليه، وغنجمعوا ثلاثة الأعداد وغنقسموه على ثلاثة، ديك الساعة غادي نحصلوا على النسبة ديال الإنتاج البيض من 100 درجة، العدد الصحيح. دابا كيف لاحظتوا العدد ديال اليوم ناقص على البارح، البارح كان زايد شوية الإنتاج، اليوم راه ناقص. هانتوما بتشوفوا باش تعرفوا بأن كاين الفرق، كاين الفرق ما بين نهار مثلا بحال اليوم وغدا. كما كنقولوا كل نهار ورزق، اليوم غتحصل على عدد، ثم بعد غدا راه غادي تحصل على عدد اخر، كل نهار والعدد ديالو. ولا بغيتي تحصل على النسبه كما سبق لي قلت لكم، النسبه للعدد الصحيح هو خص تجمعوا ديك الايام وتقسموه. انتظروني في الفيديو الثالث ان شاء الله، ديك الساعه غادي باش غادي نجمعوا ديك الاعداد بالثلاثه ونقسموهم باش نعرفوا النسبه ديال الانتاج من 100 درجه العدد الحقيقي. انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.